النشرة المحلية من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. المستهل بقطاع الفلاحة ووفق رؤية الدولة الرامية إلى تنظيم القطاع وتثمين موارده، بشرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية شلف بترتيبات استباقية شملت تكوين موارد بشرية وتوفير الآليات والوسائل اللوجستية لإنجاح العملية. كريمة الشمط. على امتداد البصر تتربع هذه المستثمرة الفلاحية المتشعبة بين إنتاج الحبوب والبقوليات بمنطقة الكارمية، والتي يعكف فيها عمي محمد جاهدا منذ سنوات على ضمان عطائها. عندنا 103 هكتارات في رحبة كاع، دايرين القمح، دايرين الشعير، دايرين الفارينة، دايرين الحمص، دايرين العدس. الدولة دعمتنا في الزراعة، ساعدتنا في الخدمة، رانا نديروا مجهود، رانا نخدموها. وبحس مسؤول يملكه رفقة فلاحي المنطقة، كان لحضور أعوان الإحصاء بصيص يقين للأدوار لهم وتفعيل للمعطيات. كي جاونا اليوم مليح يشوفوا يعني لا انا نخدموا ولا ماناش نخدموا، ورانا واقفين مع هذه الفلاحة. عندنا يومين ولدينا عملية الحصاد. حصلنا الشعير نسبة مليحة السنة خير من العام اللي فات مقارنة بالظروف المناخية. اليوم كي جاونا يشوفوا الإنتاج، يشوفوا الأرض مزروعة مش مزروعة. بعد ما سخرنا يعني كل الأعوان على مستوى دائرة الكريمية، وكل عون هو مكلف بإحصاء يعني أقسام وفروع، تسخير كل وسائل النقل والمواد اللوجستيكية. اليوم رانا متواجدين في المستثمرة الفلاحية، أحد المستثمرات الفلاحية المتواجدة على مستوى بلدية الكريمية. احنا على كل حال بالتنسيق مع مديرية الفلاحة قمنا بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية من أجل إنجاح هذه العملية. حضور ميداني مكثف ولقاءات مباشرة مع الفلاحين تعكس الحرص الشديد على إنجاح عملية الإحصاء وبلوغ هدف تنمية مستدامة عمادها معطيات دقيقة. تربويا وتحضيرا للدخول المدرسي القادم، انطلقت ببلدية مولاي العربي مشاريع توسعه 6 أقسام ومطعم يقدم 200 وجبة ساخنة يوميا، كما تم فتح مسلك بدوار بلوفة بسيد احمد لفك العزلة. سارة ساري محمد. استفادت بلدية مولاي العرب بولاية السعيدة من مشروع إنجاز 6 أقسام تعليمية، وذلك قصد تخفيف الضغط على المدارس والمؤسسات التربوية. أما متوسطة بالشرف معمر استفادت من مطعم مدرسي سيدخل حيز الخدمة الموسم الدراسي القادم. الكلاس هذو اللي داروها تاع التلاميذ هذه حاجة تشرف، الأولى خاطر احنا الفلاش كانت فيها 10,000 نسمة، اليوم راها زادت، اليوم الحاجة راها كبرت صاي، اليوم خلاص هذا ماذا بينا البز، خاطر البز كاين وين احنا عندنا ثاني ما تنسيش باللي عندنا البز، احنا عندنا التلاميذ اوليو باه يهودوا حتى لتحت يجوا غير لهنايا قراب. تم وضع الحجر الاساسي لبدايه اشغال انجاز مطعم 200 وجبه في بمحاضره داخل المؤسسه المتوسطه. مدة الإنجاز تكون حوالي 3 أشهر قبل الدخول المدرسي، وتم زيارة 6 أقسام تابعة لبلدية مولاي العربي في إطار مخطط التنمية البلدية PCD. الأشغال الكبرى يعني تقريبا منتهية، بقية الأشغال الثانوية والأشغال التبليط. هذا كما استفاد دوار ولاد بلوفة من مشروع إنجاز مسلك رابط بين المنطقة والطريق الولائي رقم 36. وبقرية واد فاليط تنطلق أشغالتي الخارجية لحي 126 سكن بما فيها الإنارة العمومية والأرصفة. يوم خادمين اللات، خادمين الضوء، كلش الدورة مارش، عندنا الدورة مارش، خاصنا غير البروبلم تاع الماء، هذا اللي خاصنا. دوار هذا تاع ولاد بلوفة كنا في معاناة من الطريق، والحمد لله المشروع راه انطلق المشروع. فيه مشكل كبير على مستوى هذه البلدية اللي يتعلق بالواد الذي يمر داخل المدينة واللي سبب إشكاليات كبيرة، وبالتالي فيه تكفل
من خلال تسجيل عملية ب 17 مليار سنتيم لحماية المدينة من فيضانات. الأشغال بعد ما كانت معطلة بضرورة يعني بعض العراقيل خاصة الغاز والكهرباء تم تحويلها، واليوم بدأت الأشغال إن شاء الله. كلها مشاريع هامة تدخل ضمن التنمية المحلية للولاية، والتي مست عدة قطاعات حساسة تظل دائما ضمن أولويات السلطات المحلية لولاية الصعيدة. وتأمين نقل أسئلة البكالوريا إلى مراكز الامتحان وكذا تأمين الممتحنين عملية معقدة تتطلب الكثير من الإمكانات والوسائل، وهو ما يطلع به جهاز الدرك الوطني من خلال السهر على السير الأمثل لهذه العملية. محمد زمولي. الساعة 4 صباحا، مقر قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، يتأهب العناصر لجلب أسئلة امتحان البكالوريا. العملية بالغة الدقة من ناحية التخطيط والتوقيت والتنفيذ، فكل مراكز الامتحان يجب أن تحصل على الأسئلة قبل الساعة 6 صباحا، ونقطة الحصول على الأسئلة قبل التوزيع المركز الوطني للوثائق التربوية. سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مخطط أمني استثنائي شامل خاص بهذه المناسبة، من خلال انتشار وحدات المجموعة ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الأسئلة. مع استيفاء بروتوكولات الحصول على الأسئلة، يؤمن أفراد الدرك الوطني وصول مدراء مراكز الامتحان إلى غاية مقر عملهم في انتظار انطلاق الامتحان الوطني. سطرت فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بقسنطينة برنامج مشترك بالتنسيق مع أعوان مديرية التربية لولاية قسنطينة بهدف المراقبة النفسية للممتحنين وتشجيعهم طيلة فترة امتحانات شهادة البكالوريا. ولا يقتصر عمل الدرك الوطني على وصول الأسئلة، بل سينطلق بعدها يوم طويل من تأمين الممتحنين، ومعه عملية تحسيسهم وتشجيعهم على التفوق. البكالوريا كمل فوتناها، شوفي ثقة تعب في نفسك وإنك راكي قادرة تفوتي المرحلة هذه، راهي تلعب دور كبير باش تحققي نتيجة ملاحة. الفكرة اللي حابين نقولها لكم، احنا معناته كي تدخل الكلاسة تاعك تحط السي جي تاعك الأول، شوف التمرين الأول شتيه صعيب فوتي التمرين الثاني باش ما تدخلش لي بريسيون هذوك اللي كنتي فيهم. بنتي قالت لي والله ما الله يبارك والله ما شاء الله، قالت لي واقفين علينا، قالت لي متهلين الله يبارك، يعني ربي يحفظهم ويحميهم يا ربي. احنا نشجع أولادنا وهما يشجعونا. فهناك أعين ساهرة على ضمان كل الظروف الملائمة للامتحان. ونختم بالاستثمار البيئي، حيث يعد تخصص رسكلة النفايات فرصة لخريجي معاهد التكوين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة وتجسيد أفكارهم الإبداعية. جعدود بوبكر. رسكلة الزجاج واستغلال المواد المستعملة، إبداعات استطاع من خلالها متربصو معاهد التكوين والتعليم المهنيين تجسيد أفكارهم البيئية لمشاريع قابلة للتجسيد، وذلك بالاعتماد على مواد أولية مسترجعة من الطبيعة. الفكرة كانت نتاعنا أنه من الحرائق اللي كتصرى بزاف في الجيري راك تشوف، والسبب تاعها الأساسي هو الزاج. فكرنا كيفاش زعما نجمو نديرو لا ريسيكلاج، كيفاش نعاودو نديرو له رسكالة ونحولوه إلى مادة زعما تكون صالحة للاستعمال. دمجت بالفن تاعي والتخصص تاعي، استعملتها شغل في رسم لوحات. اللوحات استعملت فيهم ديشي فيجيتو اللي هي بقايا الأشجار والنباتات، وفي نفس الوقت راني نحافظ على البيئة وفي التنمية المستدامة. النشاط البيئي التحويلي كما له دور للمحافظة على المحيط البيئي، يفتح المجال لإنعاش الاقتصاد الأخضر من خلال التشجيع على استرجاع النفايات وتوفير المواد الأولية لمختلف المشاريع. القطاع ممثل في مديرية البيئة رهت معناها راه تشجع وراه داير حملات تحسيسية وتوعوية فيما يخص هذه المنشآت هذه المصغرة والمنشآت اللي راه حابة تنشأ في هذا الميدان تاع ريكيبيراسيون تاع لي ديشي وفالوريزاسيون تاع لي ديشي، وان شاء الله بربي رانا نرافقوهم. إعادة تدوير النفايات من المشاريع الاستثمارية الناجحة التي من شأنها خلق مؤسسات صديقة للبيئة وتوفير مناصب شغل لخريجي معاهد التكوين. مشاهدينا، نشرتنا المحلية تمت، في أمان الله.